34 سنة على تحرير طابة، ذكرى المعركة الدبلوماسية والقانونية الضخمة اللي خاضتها مصر عشان تأكد أحقيتها في أراضيها. ده هي بسنت ذكرى اكتملت تحديدا في النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولي، الحكم اللي نص على عودة تلك الأراضي لمصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اليوم ده من الكاتب الصحفي والأديب يوسف القعيد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. حابين حضرتك في البداية تكلمنا عن أهمية طابة، يعني ليه مصر النهاردة يعني رفضت أن هي تتخلى عن طابة، وإزاي نجحت مصر في استرداد جزء عزيز ليها، ويعني حابين نعرف التفاصيل أكتر. تمام. أولا أنا أحييكم وأحيي التلفزيون المصري وأحيي الإعلام المصري أن احنا بنتذكر هذه المعركة العظيمة اللي هي كانت معركة الشبر الأخير من أرض مصر. صحيح. وتحريرها من العدو الإسرائيلي. تذكر مثل هذه المعركة وتذكير الأجيال التي لم تعاصرها ولم تكن موجودة وقتها مسألة مهمة جدا جدا جدا، ومسألة مصيرية وأساسية في تاريخ هذا الوطن. وأنا يعني سعيد بالمشاركة، وسعيد بأنكم متذكرين هذه المعركة، وسعيد لأن حبة تراب واحدة من أرض مصر تساوي كل هذا العناء الذي تم، وتساوي هذه المعركة الدبلوماسية والوطنية والمصيرية التي جرت في أرض الواقع في ذلك الوقت. وبعتقد أن نتذكر هذه المعركة مسألة مهمة، وإحنا لم ننساها عشان نتذكرها، لكن مهم للغاية أن إحنا نتوقف. صحيح. أمام هذه الأيام الجميلة ونتذكرها ونعيشها ونحيي ذاكرتنا، وندعو المصريين جميعا، ال 103 و 104 و 105 مليون مصري، الى تذكر هذه الايام الجميله ونعيشها ونعتبرها من المعارك العظيمه. صحيح. التي مرت بمصر. نعم استاذ يوسف، يعني حضرتك زي ما قلت لم ننساها ولن ننساها، لان ده جزء من تاريخنا، ومصر في حياه الامر هي دوله كبيره كبيره قوي لينا، اللي احنا نفخر بتاريخ الدوله دي تحديدا. عشان كده عمرنا ابدا ما هننسى ده، وهنظل نذكره لانفسنا وللاجيال اللي جايه. لكن حابب اسال حضرتك، وقت رفع العلم على طابة حضرتك كنت موجود فين؟ كنت موجود في القاهره، وكنت يعني اعيش ذكرياتي ان انا كنت في الجيش المصري في 73. لا. وقعدت بعدها فترة وعشت تحرير التراب كامل، التراب الوطني من المحتل الصهيوني. لا. طيب حابين نتكلم مع حضرتك عن يمكن اهمية القانون الدولي في حسم قضية طابة. والله بصي، احنا في قضية طابة بالذات استرداد الارض ورفع العلم المصري عليها، في القانون الدولي، في أساسة القانون الدولي، في الإرادة الوطنية، في أيضا فكرة أنه كل شبر من تراب مصر مهم للغاية ومهم جدا للمصريين، وعلينا أن احنا نحيي كل من لعب دور في استرداد طابة وفي رفع العلم المصري عليها وفي تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. أستاذ يوسف، يعني في سؤال دايما كده بيتردد في ذهني، ليه طابة تحديدا؟ ليه إسرائيل كانت متمسكة بالبقعة الغالية دي على قلوب كل المصريين، وكانت يعني متمسكة بها حتى آخر نفس يمكن في المفاوضات الدبلوماسية والقانونية المصرية تحديدا؟ هي كانت معركة الإرادة المصرية والإدارة المصرية والوطن المصري والتراب المصري ومصر كلها، كانت معركة من عاش هذه الأيام أو تلك الأيام، مش عايز أقول البعيدة، لأن إحنا
علينا ان احنا نتذكرها ونعلمها لابنائنا والاجيال الطالعه ولمن يعاصروا ولمن لم يعاصروا تلك الايام المجيده في تاريخ مصر. هي معركه الاراده المصريه والوطن المصري والتراب المصري. معركه شارك كل المصريين فيها وعاشوها لحظه بلحظه وثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه من اجل تحرير كامل التراب الوطني المصري في تلك الايام. ويجب ان احنا نعيش تلك الايام كانها ايامنا التي نعيشها الان. طيب احنا حابين نعرف من حضرتك يمكن الصعوبات اللي واجهتنا لاسترداد طابا. احنا بنتكلم عن معركه يمكن استمرت لسبع سنين، فايه اللي حصل في السبع سنين دول كان من صعوبات واجهتنا في خلال استردادنا او يعني معركتنا في استرداد طابا؟ اولا كنا بنواجه وما زلنا وسنظل نواجه عدو لكل ما هو مصري ولوجدان مصر ولتاريخ مصر ولحاضر مصر ولكل ما تمثله مصر من معاني جميلة وعظيمة يجب أن تظل حية في وجدان حتى الأجيال التي لم تعاصر تلك الأيام اللي هم أبنائنا وأحفادنا اللي هم يعني أصحاب الحق في الوطن ومن يملكون هذا الوطن ومن يعني يعتبرون أن هذا الوطن كل ذرة رمل فيه مهمة للغاية وخطيرة للغاية ومصيرية أيضا في تاريخ هذا الوطن وفي حاضره وفي مستقبله أيضا. يعني أيام جميلة وعظيمة ونادرة ويجب أن احنا نحيي كل من دافع عن هذا الوطن وكل من تفاوض من أجل هذا الوطن وكل من اعتبر أن حبة رمل واحدة تساوي الوطن كله. صحيح. ككاتب وأديب بقى تابعت إزاي ردود فعل العالم كله بعد نجاح مصر في هذه المعركة؟ أولا تعاطف العالم معانا واعتبار العالم أن قضية طابا قضية عالمية وليس قضية مصرية فقط كان مسألة شديدة الأهمية. والحضارة اللي وقفت معانا واللي يعني أثبتت للدنيا كلها أنه ما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاع حق وراءه من يؤمن به وما ضاع حق وراءه شعب بحجم حضارة الشعب المصري العظيم والشعب العربي اللي وقف معانا والعالم الثالث اللي أيدنا والعالم الأول والعالم الثاني وأوروبا التي أيدت حقنا في استرداد أرضنا وفي رفع العلم المصري عليها. كل دي معاني مهمة جدا علينا أن احنا نتذكرها ونعتبرها علامات مهمة في الوجدان المصري والوعي المصري والإدراك المصري والوطنية المصرية. طيب احنا معاهدة السلام بعد طبعا حرب 73 مارس 79 نصت على انسحاب اسرائيل كليا من اراضي سيناء. كلمنا يا فندم عن المخالفات اللي اكتشفتها اللجنة المصرية المكلفة باسترداد طابا خاصة حول ال 13 علامة حدودية. تمام. يعني ده بيؤكد ان التراب الوطني طالما فيه من يطالب به ومن يعي أهميته ومن يعي خطورته ومن يعي أنه حتى السنتيمتر الأخير من أرض مصر دي مسألة مهمة ودي كانت معركة الوجدان المصري في ذلك الوقت واللي أدارتها مصر بحكمة وبوطنية وبموضوعية وبعمل لن يتكرر مرة ثانية في تاريخ هذا الوطن الجميل. بس كانت ايه المخلفات اللي اكتشفوها المصريين او اللجنه المكلفه باسترداد اراضي طابا؟ كتير قوي من علامات الوطن ومن روح هذه البلاد كانت موجوده في هذه المكان المهم جدا 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 صحيح. جدا في تاريخ مصر. طيب استاذ يوسف لو هنتكلم على يمكن حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا بأن ده كانت حاجة راسخة في وجدان كل المصريين
وحقيقة هي كمان عقيدة عند الجيش المصري هو عدم التفرطة أبدا في يعني أي ذرة تراب من أرض هذا الوطن العظيم. يمكن النهاردة ومع تنامي حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الدول والمجتمعات، دايما بيظهر يعني من وقت لآخر كده شائعات من المغرضين أو الحاقدين كمان على مصر ونجاح مصر اللي بتحققه، إن هم يعني مصر ممكن تفرط في تراب الوطن، مصر تخلت عن أي شبر من أرض الوطن. إيه اللي حضرتك تقدر ترد عليه كواحد معايش يعني المفاوضات، وإزاي مصر يعني بتقدم كل ما لديها من قوة وما لديها، وهنا القوة أنا بتكلم بيها مش قوة جيش بس، لا قوة دبلوماسية وقوة رجال قانون يقدروا اللي هم فعلا يثبتوا إن بلدنا ما بتفرطش أبدا في تراب وطنها. لا، زي ما في مغرضين وزي ما في مرجفين وزي ما في مستسلمين وزي ما في عملاء، ففي أيضا وطنيين خاضوا المعركة حتى آخر نفس وحتى آخر لحظة وحتى آخر حبة رمل واحدة مصرية كان لابد من تحريرها ولابد من استردادها ولابد من تأكيد مصريتها وهويتها المصرية ووجدانها المصري وكونها جزء من هذا الوطن العظيم اللي هو أقدم وطن في التاريخ. أول وطن عرف في تاريخ البشرية كان مصر، وأول وطن عرفته الدنيا كان مصر، ودي معاني مهمة جدا نوصلها للأجيال التي لم تعاصرها، لأن رهاني عليهم ورهاني على الذاكرة القومية الوطنية المصرية العظيمة، هذه الذاكرة التي تعد أول ذاكرة وذاكرة في تاريخ العالم كله. والحلو يعني النهارده احنا قادرين نشوف يمكن تعلق من الجيل الجديد بطابه، يعني احنا بنشوف كتير قوي من الجيل النهارده بيروح بيزور طابه وحابب طابه ويمكن بيشكر في فكره مش بس سينا، يعني احنا عارفين ان سينا مختلفه بطابعها عن يعني اي حاجه، لكن طابه بالذات كمان ليها طابع خاص والجيل الجديد متعلق بيها جدا، ويمكن دي من الحاجات الحلوه جدا. ومصر لن تتنازل ولم تتنازل عن اي شبر من اراضيها. كل الشكر ليك الكاتب والأديب يوسف القعيد، شكرا لك.